هن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى معالي السيد محمد احمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه بمناسبه انتخابه رئيسا للبرلمان العربي واشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالدور الذي قدمه معالي السيد محمد اليماحي خلال ادوار الانعقاد الماضيه للبرلمان العربي وحرصه على النهوض بالدور والمسؤوليات التي يقوم بها البرلمان العربي وجهوده المستمره في ترسيخ الرؤى البرلمانيه العربيه تجاه مختلف القضايا والموضوعات وتعزيز مسارات التعاون والتنسيق بين المجالس البرلمانيه والتشريعيه في الدول العربيه الشقيقه